في ماتش زي ماتش النهارده تلعب على المضمون ولا ممكن يكون في مفاجآت؟ هنا الكلام على فرقة الأهلي، الكلام على طريقة تفكير ونظرة مستر كولر لمواجهة الرجاء، وأنت معاك أفضلية 2-0. هل تلعب على المضمون وتراهن على نفس الطريقة اللي أنت بتلعب بيها بنفس الأسماء وإن كان في ممكن يكون تغيير أو اتنين، ولا من الوارد إن الطريقة تتغير ويكون في مفاجآت، أدوار جديدة، أسماء جديدة في تشكيلة الأهلي؟ خلينا نسمع رأي بلال وأحمد في قصة الطريقة والتشكيل. يعني انا اعتقد ان مارسيل كولر هيبدا زي ما بدا المباراه الاخيره، طبعا باستثناء غياب عمرو السوليه اللي تاكد غيابه للاصابه. انت براك السوليه وربيعه وكريستو واكرم توفيق، وطبعا لا احنا بنتكلم عن ال 11 اللي بداوا المباراه. الوحيد اللي بيغيب عنك عمرو السوليه بالظبط، بيرجع لك النهارده احمد عبد القادر، وده اضافه مميزه جدا، كان عامل مباراه مميزه بالمناسبه امام الرجاء الموسم الماضي في ملعب محمد الخامس، ولكن اعتقد ان هو هيكون على دكه البدلاء. فالنهارده اللي هيعوض غياب عمرو السوليه اكيد بالتاكيد حمدي فتحي هيدخل من البدايه مع مروان عطيه اللي اصبح لا غنى عنه في تشكيل النادي الاهلي، وغير كتير جدا من طريقه واسلوب لعب النادي الاهلي خاصه في عمليه الطلوع بالكوره وقطع الكوره زي ما احنا كنا اتكلمنا عنه، بيقطع ويسلم ممتاز جدا جدا. مروان بيعمل هو الدور ده، هو سته نموذجي، سته يعني بجد، يعني حاجه رقم سته عصري يعني بصراحه مروان. هل بقى الفكره ان هل هيستمر كولر في الدفع باليو ديانج من البدايه، ولا هيفضل ان هو مثلا يشرك لاعب زي محمد مجدي قفشه ويستغل خبرات قفشه، او يعمل مفاجاه ثانيه ويبدا باحمد القندوسي مثلا؟ انت نفسك في ايه؟ انا نفسي في احمد القندوسي يبدا من البدايه. نفسي لان هو لاعب طبعا من شمال افريقيا، متمرس في المواجهات العربيه، ولاعب موهوب. يمكن شفنا الهدف اللي سجله مع النادي الاهلي اللي اتلغى، وتاني يوم اتحسب في البريمير ليج عادي. فبس يعني احنا مختلفين عن اي وارد في الدوري يعني المصري. انا اتمنى ان احنا نستغل. انت شايف ان قندوسي ممكن يبقى مفاجاه كولر النهارده؟ انا اتمنى ان هو يبدا يعني لو عمل مفاجاه، ولكن انا بشوف ان هو بيميل ل تثبيت التشكيل يبدا بثلاثه. يعني النهارده خلينا نقول او نتفق انه الكلام كله على خط النص، خط الظهر ما فيش خلاف عليه، هو الغياب لانه بسبب اجباري. انت عندك غياب اجباري لعمرو السوليه، فاحنا بنتكلم في مين يعوض السوليه. الغياب الاجباري ده هتلعب بنفس الطريقه وتحط بديل للسوليه، ولا تغير الطريقه وتفكر مثلا في اربعه؟ هو بديل على فكره، هو بديل السوليه في من البدايه في منظور مارسيل كولر هو محمد مجدي قفشه. يعني هو ده اللي انا بشوفه، ولكن لان المباراه خارج الملعب فهو من منظورك انت بديل السوليه مين؟ القندوسي. قندوسي احمد بديل السوليه؟ اغير طريقه اللعب. تغير طريقه اللعب؟ السوليه ملوش بديل. السوليه ملوش بديل. انا اغير طريقه اللعب والعب 4-2-3-1 وافاجئ. مين الثلاثه اللي هتختارهم؟ الثلاثه حمدي فتحي ومروان عطيه ومحمد مجدي قفشه يبدا المباراه. يعني انتوا متفقين على الطريقه، بس ما يعني يمكن بلال شايف قندوسي، انت شايف قفشه. وجود قفشه لان هو في الوقت اللي بيهاجم فيه فريق الرجاء هنقدر نستغل قفشه في ان هو يقدر يلعب لحسين الشحات او بيرسي تاو، وفي الوقت ده النادي الاهلي انا بوجهه نظري بالسيناريو بطريقه اللعب دي يقدر يجيب جون بسهوله جدا في ظل حماس فريق الرجاء. وانا شايف ان كولر النهارده هيبتدي بحمدي ومروان ومعاهم ديانج. وديانج ده كولر. انا بقول لك انت قلت لي دول الثلاثه اللي نهوا المباراه. هو مش هيجازف، فانا بقول لك لو حب يجازف هيعمل كده. الخط ده بقى فيه شويه حيره بالنسبه للجمهور. سيبك من مستر كولر، هو في النهايه الحاكم بامره، يعني هو يشوف مين ويحط التشكيل. بس هي حيره لذيذه، لكن في النهايه حيره لذيذه بالتاكيد طبعا. وحتى بالنسبه للجمهور حيره لذيذه. انت عندك خط نص النهارده فيه خمس ست اسماء تقال كلهم، مفيش حد يختلف على امكانياتهم، ومفيش حد يحط التشكيل هتلاقي زي التشكيل زي التاني بالزبط. النهارده هتحتار بين السوليه وبين حمدي وبين مروان وبين ديانج وبين قندوسي وبين قفشه، وبالتالي هي حيره لطيفه ولذيذه. لكن انتوا شايفين انه في ناس بتزيد مع ناس او بتقل مع ناس؟ يعني انا مثلا بتكلم على تركيبه خط النص. يعني يعني هو كده احنا اتفقنا ان مروان لا غنى عنه، مروان يخدم اي حد يلعب جنبه، مروان عطيه يخدم اي حد يلعب جنبه. حمدي فتحي طبعا الفتره الاخيره هو مميز جدا، حمدي سواء بالروح والقلب والتكمله. وبيعرف كمان، حمدي عنده ميزه انه بيعرف يجيب جون. يعني حمدي في كوره الهدف الثاني في بيراميدز، لا ده توجيه الكوره والاشتراك بالطريقه ديت. حمدي كمان في كوره الرجاء في الهدف الثاني بشماله في المنطقه دي، وتغيير جسمه ووضعيه جسمه ويحرز هدف في الوقت دوت، القرار كمان والتحرك وظبط الاوفسايد، كل دوت لا يقول ان حمدي عنده ملكه انه يقدر يجيب براسه وبرجله بالظبط. انا يمكن ديانج كنت خدت بالي من ملحوظه ان ديانج كان في المباراه الذهاب ما كانش بيأدي احسن حاجه في وجود عمرو السوليه، يمكن كانوا هما الاثنين يعني زي قافلين على بعض او رابكين بعض شويه. بعد خروج السوليه ونزول وقتها دفع هو بحمدي،
دفع بحمدي فتحي وجدنا ان اليو ديانج تحرر شويه وبدا يشترك وبدا يمرر الكرات حتى في وسط الملعب باريحيه. فهل النهارده الثلاثي دوت مروان وحمدي وديانج هتبقى ليه الافضليه على ارض الملعب وهيحصل بينهم انسجام زي ما نهوا المباراه في الربع ساعه الاخيره؟ بالظبط. ولا هيغير بقى كولر يعني يشرك قفشه او الكندوسي؟ تمام. انا شايف ان في نفس القصه انا شايف في ثنائيه مهمه جدا. أيوة. وهي اصلا ماشيه كويس بس هتبقى يعني بالنسبه لي ممكن تبقى سبب في تتويج الاهلي بطوله افريقيا، بيرسي تاو وكهربا. شايف ان او اتكلمنا انا وانت احمد قبل كده في الموضوع. صحيح. ده ثنائيه مميزه جدا من كاس العالم للانديه. أيوة. ثنائيه فيها تفاهم كبير وتحس ان في لينك قوي ما بينهم وعاملين ثنائيه اعتقد هم احرزوا هم الاثنين سواء بيرسي تاو او كهربا في كذا مباراه يعني. صحيح. فشايف فعاليه عموما بصرف النظر عن التسجيل صناعه او تسجيل. فشايف ان بيرستا وكهربا ثنائيه مميزه جدا هتقدر تفيد النادي الاهلي سواء في مباراه العوده النهارده او حتى في باقي المباريات ان شاء الله بعد النادي الاهلي.